السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. الأسبوع اللي فات كانت معانا موضوعات جامدة ومشاكل، فالنهاردة قلنا بقى إيه نريح شوية كده ونجيب حاجات خفيفة علشان ما تزهقوش مننا من كتر المشاكل اللي إحنا عشان إحنا لسه كمان عندنا فقرات وحلقات كتيرة للمشاكل. عايزه اطمنكم اهم حاجه ان في الفقره اللي فات الحلقه اللي فاتت كانت معانا مشكله خاصه بمنطقه مغاغه بالمنيا، تحديدا الزاويه. تواصل معانا مكتب وزير التضامن الاجتماعي، خاصه مكتب العلاقات العامه، وردت علينا. ودلوقتي بقيت الوزارات الحمد لله في استجابة كويسة منهم على حل المشكلة دي، فأبشروا. يعني نبدأ بقى حلقتنا النهاردة ومعانا الفقرة اللي انتوا بتحبوها جدا، فقرة الشيف. طبعا جبت لكم شيف، مش اي شيف طبعا، زي كل مرة جبت لكم شيف للعزومات، مخصوص للعزومات والافراح بقى والخطوبات اللي انتوا بتحبوها. معانا النهاردة شيف اسلام طه، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه، منورني. بنورك والله، انا سعيد ان انا معاكم النهارده. ربنا يخليك. انت شيف اسلام، انت من فيوم مظبوط؟ انا من الفيوم. طب انت اللي انا عرفته ان انت متخصص في العزومات. شغلنا كله في الافراح، الافراح والعزومات، العقائق. كل شغلنا في الافراح. يعني انت لو حد بيتفق معاك على عزومه انت بتروح مع، تمام، على حسب اللي هو هيعمله. ان في عزومه صغيره، في عزومه كبيره، على حسب على حسب العزومة. الاتفاق. بس انت بتقوم بكل العزومات، كل حاجه، اي حد يطلبك في اي عزومه سادد يعني، ما شاء الله. لا ان شاء الله في اي حاجه. بتبقى انت ومعاك المساعد الصغنطط ده معاك، معايا طارق اخويا في نفس الوقت برضو. معايا ناس تانية شغاله معايا، ناس كويسين، شيفات كويسه برضو. احنا بنشيل الشغلانه يعني كبيره وصغيره، اهم حاجه تكون احنا بنشيل كل حاجه. تمام. طب لما جه لو جه حد دلوقتي يقول لك انا عندي عزومه 100 فرد، تمام، ال 100 فرد مثلا ياخد منك قد وقت قد ايه مثلا في اللي انت عقبال ما بتوضب مثلا المنيو بتاعه؟ هو ال 100 فرد، لان الناس بتبقى قلقانه قوي من الموضوع ده، يقول لك الشيفات اتاخرت، الطلب اتاخر، الاوردر اتاخر. فانت طمن بس الناس في الحته دي. لا لا، ال 100 فرد بالنسبه لشغلنا احنا مش حاجه، كان انا مثلا بعمل حاجه صغيره. احنا شغلنا يعني كبير، اكبر يعني، عدد اكبر من كبير، 500 فرد، 1000 فرد، ده افراح ما... بقى وكده. ده الافراح والعزومات. في مثلا بنضطر ان احنا نجهز الحلويات قبلها بيوم علشان لازم تبرد، عملناها في نفس اليوم مش هتبقى سخنه، مش هتتاكل. فلازم نجهزها قبلها بيوم. ده طبعا في شغلنا الكبيره، مثلا شغلنا 100 فرد وكده، مثلا في حنه وفي اللي هو يوم الدخله وكده، يعني لازم في يوم نروح له بدري. النظام ده بقى في الفيوم، ده عندنا احنا في الارياف بقى، انت عارف شغل الارياف بتاعنا، شغل الافراح، شغل العزومات، غير بقى البلد كلها جايه الفرح والكلام. زي ما انت عارفه كده. طبعا عندنا بنركز اكتر حاجه على اللحمه، حاجات اللي يعني مش على حسب كل واحد ما بيقولك بالظبط، على حسب الاتفاق. والحلويات برضو على حسب وحدود الاتفاق كل واحد. يعني مثلا في فرح ممكن نعمل فيه بسبوسه ورموش، في فرح ممكن نعمل بسبوسه على حسب ورموش. هو ما بيحدد، على حسب، او انت ممكن تقترح عليه تعمل ايه على حسب تكاليف الزبون. هو هيكلف، خلاص انا بعمل اللي هو عايزه. في حد مثلا غلبان بسبوسه وكاستر، على قد دي، على قدنا. احنا بنشتغل مع كل واحد على نظامه او على اتفاقه. طيب انت قبل الهواء قلت لي في حد عزيز عليك جدا توفى، تمام، فعايز توجه رساله لمحافظه الفيوم كعزاء. ده الحاج مصطفى محمد، توفى الاسبوع اللي فات. الله يرحمه، معانا على الشاشه. الله يرحمه، ده كان عمده البلد وفي نفس الوقت كان بيته مفتوح لاي حد. الله يعني يرحمه. فالله يرحمه ويرحمنا جميعا. الله يرحمه. طيب تمام، قول لي بقى انت كده ايه هتعمل لنا ايه النهارده كده؟ انا هعمل فرح النهارده. تمام. رز بسمتي ان شاء الله. حلو. وهعمل كبده يعني زي كبده الاسكندراني. وهعمل سلطه الطحينه. هتعمل منيو فرح؟ هعمل منيو فرح، هو يبقى ناقص الخضار بس طبعا علشان الخضار الناس كلها بتبقى عارفاه. الناس كلها عارفاه. هتعمل رز بسمتي وهتعمل كبده. هنعمل رز بسمتي وهنعمل كبده. تمام. وهنعمل ان شاء الله سلطه الطحينه. وهنعمل شويه كاستر سريع كده، لان الكاستر اسهل حاجه في الحلويات انت عارف. كاستر زي انا ما رضيتش اعمل كريم كراميل عشان ما يتقلبش وكده، كاستر سريع وفي نفس الوقت كريم كراميل. هياخد وقت كمان عقبال. لا الكاستر مش هياخد وقت ان شاء الله. تمام خلاص، اسيبك بقى تبدا. طيب تمام ماشي يا سيدي. نطلع فاصل ونشوف اول فقره معانا بقى ايه. ومعانا في الفقرة الثانية
دلوقتي قلنا هنقدم حاجات خفيفة بقى، وإيه والستات والبنات اللي قاعدين دلوقتي قدام الشاشة، طبعا كل واحدة ست بتحب تعرف الموضة إيه في الأزياء، بتحب تعرف الألوان، بتحب تعرف الخامات اللي تلبسها، خاصة كمان إحنا داخلين دلوقتي على فصل الشتاء. الطلبة بقى في المدارس، الست العاملة، فعايزين برضو ايه، عايزين نقول يجاروا الجو كده وتكاليف قليلة. طبعا ما لقيناش احسن من مصممة الازياء الاستاذة رميساء انور، منوراني. من حضرتك ميرسي. ما لقيناش احسن منك تقولنا على التفاصيل دي كلها، وعايزين نعرف ايه الموضة معاكي، خاصة انا شفت عندك على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله حاجات روعة وتصميماتك فظيعة بجد يعني. قولي لي بقى، أولا دي هواية ليكي؟ أه طبعا هواية. بقالك قد إيه؟ بصي وأنا بادئة حكايتي دي من سنتين تقريبا. من سنتين. بس من وأنا صغيرة وأنا حلمي إن أنا أبقى ديزاينر. كنت بحب اعمل العروسه بتاعتي سكيرت دي هوايه من زمان بقى، من زمان وانا صغيره الحاجات دي بقى، ماما بقت تقولها لي لما كبرت. والدي برده مامتك نمت فيكي الموهبه؟ لا انا لما لا بابايا، باباكي بابا هو اللي دايما بيشجعني في اي حاجه فيها نجاح. تحياتي لباباكي جدا، وكل اب فعلا يعرف اللي عنده بنت او ولد عنده موهبه وفعلا بيساعده ان هو يكبر فيها، يعني لان الحاجه اللي انت بتحبيها بتنجحي فيها. ايوه تعمليها بقلب كده. دايما كان بيدعمني بصراحه يعني ما شاء الله. بس لما كبرت بقى وخلصت فتره الثانويه، فقلت طالما انا حابه المجال ده لازم ادرسه. لازم تدرس. تمام. فاخدت بدات بقى الدبلومه الفاشون بتاعتي. حلو قوي، يعني هوايه ودراسه. تمام. بس وخدتها، خدت كورسات بقى فيها كتير. وبدات اشتغل بقى على نفسي وعلى اللي حواليا لحد بقى ما كل تجربي تجربي الاول جرب بقى لحد تجيبي الغريب بالظبط. وده اللي حصل. تمام. لا انت عندك تصميمات جميله جدا. انا لما شفت التصميمات قلت سن اكبر من السن اللي انا شفته ده، يعني بصراحه قلت حد كبير عنده خبره كبيره في المجال اللي هو يطلع التصميمات اللي احنا شفناها. قولي لي انت طبعا ليكي اسم كبير على السوشيال ميديا، عندك ما شاء الله متابعين وعندك ناس حابين اللي هم ياخدوا منك، والناس كلها بتشكر فيكي، يعني مش عايزه اقول لك كتير كتير جدا يعني. قولي لي بقى، انت كده اول مره صممتي كان احساسك ايه؟ لحد غريب، مش حد من العيله، لو حد من العيله ولو في حاجه خلاص ده، لو حد غريب احساسك كان ايه؟ كنت خايفه؟ لا ما كنتش خايفه. كان عندك ثقه؟ كان عندي ثقه، وكنت ببدع كمان في الحاجه اللي انا شغاله فيها. ما شاء الله ما شاء الله. طب احنا عندنا صور لبعض التصميمات الخاصه برميساء، يا ريت نشوف الصور اهي. ده ايه ده؟ جاكيت طويل. جاكيت. ده جاكيت. شامو. شامو اوفر سايز. جوب. ميليسي. تمام. دي جامب سوت. دي ده كنت عاملاه السيزون اللي فات، لا اللي قبله، وده برده. ده كوليكشن الشتاء اللي فات ده، لا اللي قبله. تمام. ده برده. جميل. ده السنه دي بقى. ده السنه دي. تمام. لا حاجات جميلة فعلا. طبعا احنا هنسألك على الرينج برضو الأسعار، بس يعني ايه نخلص برضو، يعني اعمل حسابك على كده عشان كل المشاهدين اللي قاعدين دلوقتي اليوم أكيد متشوقين عايزين يعرفوا الأسعار، لأن كلهم يعني بيبقى عندهم القلق قوي من حتة كمان الهدوم الشتوي وأسعارها. لا الحاجات ممتازة فعلا جميلة. ده كله السيزون ده، السيزون ده. تمام. دي برضو حلو اللون ده قوي. انت عامله الاثنين ولا الجوب بس؟ الاثنين. الاثنين اللي فوق. تمام. ده بنطلون جلد. بس هو مش باين تفاصيل. ده بتاع السيزون اللي فات، ده برضو اللي قبله. تمام. ده كان اول حاجه اعملها اصلا. ده كان اول حاجه، كان اول حاجه اعملها وانا واعرضها يعني ان شاء الله.
لا حاجات جميله والوان متناسقه وباين طبعا من الخامات ان هي خامات ماتيريال كويسه. جدا ده جلد. طب قولي لي بقى، اولا عايزين نعرف كده منك في السريع، السيزون دلوقتي داخلين على فصل الشتاء، ايه الموضه بقى يعني دلوقتي للبنات؟ الالوانات ايه؟ بصي احنا دايما متعودين الوان الشتاء بتبقى غوامق عشان البرد اللي احنا فيه. لا السنه دي مش كده خالص، كلها الوان مبهجه. فسفوري بقى نعوض بقى يعني، نختم بقى سنه 2020 بحاجه اللي احنا شفناها كتير بصراحه. كلها الوان بقى اللي هي الفسفوري بقى حلوه جدا. تمام. غوامق دي بقى ممكن كافيهات، في القماشه بقى الجلد مكتسح والشموع والجوخ. لا مش الاسعار بقى اقول ولا قولي قولي الرينج كام مثلا؟ الاسعار بتبدا من 45 لحد ده ايه المتر؟ المتر 45 لحد بقى 85 وفوق 150. تمام. لا كويس يعني الاسعار خير يا جماعه، يعني بشره خير اللي انتوا تجيبوا قماش بقى وتروحوا الرميساء تعملها لكم يعني، لان دلوقتي اقل جاكيت في السوق انتوا عارفين بقى يعني، اقعدوا انزلوا لفوا كده اتفرجوا. لا كويسه وماتيريا كمان كويسه جدا. طب قولي لي كده، لو جات لك واحده عايزه تعمل فستان سواري خطوبه مثلا، مش هنقول زي كده تمام، ياخد منك وقت قد ايه؟ يوم. يوم؟ لا كده خلاص انتوا تجروا على الرومانسيه، لان احنا بيطلع لنا مناسبات كده فجاه، عندنا فرح بعد بكره ومش لاقيين نجيب لبس ومش لاحقين والسايز بتاعتنا والكلام ده كله، انتوا تجروا عليه بتقول لكم يوم يوم وتخلصكم يعني. هو اقل من يوم كمان، بس انا ممكن يكون عندي شغل. لا يوم علشان يبقى يوم إيه؟ ده يعني يعني ما ياخدش في ايدي ساعتين، بس انا لما يكون عندي شغل لا بدي يوم. يعني تكلمك مثلا قبلها؟ قبلها بيوم. قبلها بيوم وتروح لك، لو حد مثلا مستعجل عندك يوم، لو مش مستعجل لا بقى يعني بالراحه عليها يعني. بالراحه عليها لسه ايه يعني، مش عايزه اقول لكم هي قاعده قدام الكاميرا شعورها ايه يعني، بس انا بحاول اطمنها جوه، بس يعني بحاول ايه اهديها يعني. تمام. قولي لي طيب ماشي، فستان مثلا جابت لك القماش بتاعه، فستان عادي مش هنقول سواري بقى ولا الكلام ده، فستان عادي لطالبه مثلا في الجامعه تنزل بالجامعه وكده، رينجو كام؟ يتكلف كام؟ بالقماش يعني سي مثلا جابت لك 3 متر تمام؟ 3 متر وانت عملت لها التصميم، يتكلف بقى كله على بعضه كده كتفصيل او كده؟ كله بالقماش بكله يعني اقصى حاجه 250، ممكن اقل من كده. طب اقول لكم حاجه، 250 لو جبته فستان شتوي في اي محل لا يقل عن 500. في الرينج ده فعلا. فانتوا يعني انا بتكلم اللي كده 50%، فاجروا فعلا على رميساء. انا هخلص الحلقه واحفظ النمره بتاعتها عندي يعني، على المعاناه طبعا، لان حته كمان اي مهنه بتحتاج تغيير على طول، لما بتنزلي كل يوم فبتبقى عايزه ايه، ستات انا بتكلم على الستات، بتنزلي كل يوم فبتحتاجي ايه حاجات جديده، حاجات كتير وكل يوم حاجه مختلفه. فبدل ما تجيبي مثلا فستانين لا عند رميساء تعملي 4 كده يعني. بالظبط. قولي لي بقى انت على السوشيال ميديا اسمك ايه، البيج بتاعتك او رميساء ديزاينر؟ رميساء ديزاينر. ديزاينر صح كده، رميساء ديزاينر، يعني اي حد عايز يتواصل معاكي عن طريق البيج ده. تمام. اللي هيدخل ومش هيعرف يوصل، ارقام التواصل عندنا اهو، في ليها رقم اهو للتواصل معاها. تمام. اللي عايز بقى ياخدها شوت سكرين ولا حاجه من على الشاشه، او يتواصل على صفحه الفيسبوك، هي طبعا عارضه تصميمات كتيره جدا يعني. رميساء ديزاينر صح كده؟ تمام. رميساء ديزاينر. تمام. تمام. ف اللي يتواصل هنا تمام عارف يوصل، اللي عايز يتواصل عن طريق رقم التليفون هي بترد على طول. تمام.
تمام كده. شرفتيني ونورتيني في الفقره الصغيره دي، وان شاء الله كل بقى موسم باذن الله كده ايه نستضيفك تنورينا تقول لنا ايه الجديد بقى في عالم الموضه. تمام متشكره ليكي. نطلع فاصل ونواصل فقرات البرنامج.